مستشفيات المنطقة العشرة، داخل مستشفيات المنطقة العشرة كده. الهدف بقى محدد ولا ما محدد؟ محدد محدد. انتهينا من سبيسيفيك، نجي لميجرابل اللي هو لازم نقيسه. طيب هي كانت كم وانت عايز تقليلها لكم؟ نقول تقليل معاي تفشيات الوبائية للكليبسيلا والنيومونيا داخل مستشفيات المنطقة العشرة من 45% أوكي إلى 10%. كده عملنا قياس ولا ما عملنا قياس؟ لقيناها بتمثل 45% من التفشيات، دارينا ننزلها ل 10% من التفشيات. ده كده بقى ميجرابل ولا ما بقى ميجرابل؟ ميجرابل. خلاص ممكن نجي نقيس اول ونجي نقيس في النهايه، نشوف احنا 45 مشينا كم ونجي نقيس. طيب قال تقليل التفشيات الوبائيه الخاصه بالكليبسيلا والاسيميتوباكتر في المستشفيات العشره للمنطقه من 45 الى 10% خلال العام 2022 او من 1/1 الى 31/12/2022. الزول ده اضاف شنو هنا؟ الزمن. اضاف الزمن. إذا الهدف بقى عنده زمن، يعني الهدف ده بينتهي في نهاية هذا العام 2022 وبقدر أقيسه والهدف ذاته محدد. بيبقى السؤال الثاني، هل هذا الهدف واقعي؟ هل ممكن ننزله من 45؟ هل يمكن تنزيل التفشيات ولا ما يمكن أصلاً؟ يمكن تقليل التفشيات، هذا هدف واقعي، الناس لو اشتغلت على التفشيات يمكن تقليلها، غير واقعي إنها تمسحها من الوجود. حلو جداً. طيب نجي لنا، هل يمكن تحقيقه؟ 45 ل10 يمكن تحقيقه، معقولة يعني نشتغل 45 نشتغل ل10، لكن لو قلت 45 ل1 45 ل0 ده هنا لا يمكن شنو تطبيقه. واضحة الإسمار؟ واضح. يلا الهدف الثاني ده الشغل، والباقي ده كل شغلكم، أنا يعني اكتفيت. يلا كلكم بتكلموا لوحدكم ورونا الكشف المبكر عن عدوى المنشآت الصحية وعدم انتشارها. أول حاجة ده هدف ولا ما هدف؟ ده نمرة واحد. الفوق ده كان فيه ممكن نصلحه، يعني اتعلموا يا جماعة تفرقوا بين حاجتين، بين الهدف والنشاط من البداية. الفرق بين الهدف والنشاط اللي هو الهدف عنده مواصفات اللي هي اسمها سمارت. أي حاجة ما عندها المواصفات دي وما عندها أي زب يعرف الأهداف، يعني أي زب يعرف حاجة يمشي لها. إذا ما عندك شيء تسحب إليه، ها الهدف هو شيء تذهب إليه، أي شيء ما عندك تذهب إليه ده يعتبر نشاط. بس عشان كده في كثيرين من الناس يخلطوا بين النشاط والهدف من البداية. أي حاجة فيها حركة وديناميك في مكانها يعتبر نشاط، لكن أي حاجة يسهب إليها يعتبر هدف. عشان كده من البداية ما تورط نفسك أو تتوهق في نشاط عشان تصلحه، فهمت علي؟ لأنه ما يمكن يصلح النشاط يبقى لك هدف. كويس، فمن البداية دائما فرق هل هذا نشاط ولا هدف. الفوق كان هدف ناقص المواصفات ليس نشاطا، كويس، لأنه احنا دايرين نقلل، عندنا رغبة في شيء معين. طيب نشوف الكشف المبكر عن عدوى المنشآت الصحية وعدم انتشارها. خليني من عدم انتشارها أمسك لي الكشف المبكر عن عدوى المنشآت الصحية، هدف ولا نشاط؟ وريني ليه. نشاط. نشاط. مين معنا؟ هيفاء البيشي. هيفاء أهلينها. هيفاء نشاط. ليه يا هيفاء؟ لأن في عملية كشف مبكر، يعني بتكون عملية الكشف داخل المنشأة، يعني يبحث عن حالات، يعني عملية أو توصل لها. أيوه هي بروسيس عملية. جميل جميل جدا. هل نقدر نخضع للمواصفات دي ولا نشوف اللي بعده؟ كيف يعني دكتور؟ هل هذا النشاط ممكن نحوله إلى هدف ولا ما نقدر؟ ممكن نحول الهدف. كيف؟ من خلال التقليل، تقليل التفشي، تقليل التفشي الوبائي مثلا في مستشفى ألف. لكن الكشف المبكر ده هل ممكن نقول الله هدفنا الكشف المبكر عن عدوى المنشآت الصحية؟ لا لا نستطيع، لأنه نشاط.
يعني أنا أعطيك ليها، أعطيك ليها الحمد لله كلنا مسلمين صح؟ الحمد لله هدفنا نرضي الله سبحانه وتعالى صح؟ صحيح ده الهدف، نرضي الله سبحانه وتعالى بأنشطة اللي هي شنو؟ نصلي، نصوم، نزكي، نعامل الناس بكل أنشطة، لكن الهدف هو رضا الله سبحانه. لو قلت والله هدفي إقامة الصلاة ده ما هدف، دي عملية، هو يسمعك عملية عشان أنت تأخذ رضا الله سبحانه، مش إقامة الصلاة من أجل الصلاة، فقع عليك؟ فلازم نضع خط فاصل بين الهدف والنشاط. كل الخطط يا جماعة أو معظم الخطط اللي بتكون ما خطط احترافية هي فيها الخلط ده، بخط النشاط هدف ويخط لك الأهداف أنشطة، أو يخط لك كلها أنشطة، لست بتاعت أنشطة، لا لا، الخطة التشغيلية زي ما اتكلمنا في المحاضرة إنه لا بد يكون في هدف، بعد ذاك نجيب الأنشطة التحقيق العدم، مش نخط أنشطة ونضع لها هدف من فوق، فاهمين علي؟ جميل، أنا ده ما بقدر أعالجه، لكن عدم انتشار ممكن يكون هدف، عدم انتشار الأنشطة ممكن نحاول، لكن عدم كلمة عدم نفسها بتضيع الهدف، بتخليه غير واقعي، ما دام شيء هو منتشر انت بتحيد من انتشار، بس ما دام هو منتشر بتحيد من انتشار. الدار اضيفه لغير المواصفات، المفهوم بتاعنا يا جماعه للهدف لازم يكون كبير، يعني طوالي من تقلك كلمه يعني يكون عندك كلمات، اي زول قال لك عدم طوالي تخد هل الهدف ده واقع ولا ما واقعي، صح في حاجات ممكن تنعدم لكن في اشياء لا تنعدم، طوالي تفكر بالطريقه النقديه للهدف. يا جماعه الواحد لو قعد يومين، لو قعد في حياته شهر كامل ليروحه عشان يضع هدف، صدقوني ده يسهل عليه 20 سنة أنشطة، 20 سنة أنشطة لو انت قعدت بس يوم واحد دار تضع هدف ليروحك، فما بالك للمؤسسة. فعشان كده المؤسسات المحترمة بتعمل شنو؟ لما نقول الخطة التشغيلية انت عارف بيكون مثلا في السنة اللي قبلها، قبل ما تجي السنة بياخدوا شهر شهرين في وضع الأهداف، كويس؟ لعدك بيجي في أسبوع بيخطوا الأنشطة، لانه الانشطه معروفه. ده الفريق يا جماعه بين الهدف والنشاط. اذا عرفنا حاجتين مهمات في الهدف، انه عنده مواصفات وانه بيختلف من النشاط. نمشي للبعد، رصد ومتابعه واحتواء التفشيات الوبائيه، دارين انتقاد ورؤيه، الهدف ولا لا؟ هذا اهداف. يا سلام عليك، منو قال الكلام ده؟ فرحه. يا فرحة يا أخي، الله يفرحك يا أخي، والله هذا الكلام فعلا. أنت ما ممكن تكتب لي الهدف، دائما بيكون هدف هدف ون هدف واحد، فأنت داير ترسل وداير تتابع وداير تحتوي، فأنت عايز بالضبط شنو؟ عايز رصيد ولا احتواء؟ الثلاثة لما تخطهم لي مع بعض كده والله بتقبل لي قصة صعبة، لأنه أنا هل أقيس لك الرصيد ولا أقيس لك المتابعة ولا أقيس لك الاحتواء؟ هل كلهم حتعملوا في سنة واحدة ولا ذاك الشهر الأول ذا الشهر الثاني ولا ذا الشهر الثالث؟ بيبقى خلاص فقدت المفهوم الرئيسي للهدف شنو؟ انت ماشي لوين؟ انا ما عارفك، انت ماشي لثلاثة محلات. كويس؟ دي نمرة واحد، طيب نحاول نصلح له شو نشاط؟ الرصد ومتابعة واحتواء، هل في نشاطات ولا كلها أهداف الثلاثة؟ الرصد والمتابعة هي نشاط يا دكتور أعتقد. المتابعة 100% نشاط. المتابعة 100% نشاط. الرصد دارين نفهم الرصد بمعنى شنو؟ فهمت؟ يعني هو قاصد يرصد عدد معين ولا لا؟ رصد العملية العادية، أنا بالاثنين دل بينه بينك ما أقدر أشتغل فيه. طيب احتواء، ما هي كلمة احتواء يعني شنو؟ ضبط وتقليل. ها؟ ضبط وتقليل التفشيات مثلا. أيوة، أنا ليه أنا دائما بحاول أساعدكم ليه؟ هل احتواء دي كلمة واضحة ولا كلمة كبيرة ولا كلمة شنو يعني؟ كلمة معروفة بتتفهم لكل الناس ولا لا؟ الكلمة بس احتواء. احتواء، كلنا فاهمين احتواء؟ يحتوي. ها؟ أنا أعتقد احتواء يا دكتور هي مضادة لعدم الانتشار يمكن. مش كده؟ دارين نحتوي التفشيات، أي كأننا نحتضن هذه التفشيات، نحتويها، يعني نعمل لها احتوانا، نخليها معانا يعني، كويس؟ نحفظها، كويس؟ إذن واحدة ثالثة في الأهداف برضو، دائماً استخدم الكلمات السيمبل السهلة، السهلة والواضحة.
تقليل، تخفيض، زيادة، دي دائما في اللغة العربية أسهل وتوضح لواضح ماشيين، بالذات الحاجة تنقيص أو تقليل أو تخفيض أو زيادة. أما الكلمات الكبيرة الشاعرية مثلا احتواء، تجميعات، تجميع، تضخيم، كويس، لازم تكون أنت حاجة يعني بسيطة وسهلة يقدر يفهمها كل المستمع في الأدب. طيب أنا شايف كل أنشطة وكلمة احتواء كبيرة اللي هي ما قال لي تقليل ولا قال لي كده ولا قال لي كده، صحيح؟ رأيكم شنو؟ ايوه لسه نحن في الرصد ومتابعه واحتواء، في زول عنده راي ثاني؟ حتى التفشيات الوبائيه جنرال طايره، ما في شيء سبيسيفيك يعني اي من النوع، غير محدده. جميل، هل في مثلا معين مفتوح صاير مستشفيات المنطقه يعني جنرال بعد؟ قال في مستشفيات المنطقه، اها ما حدده وين، غير محدده مستشفيات المنطقه دي محددة ولا ما محددة؟ غير محددة، غير محدد. هو في مستشفيات المنطقة بيفهم الزول اللي معه في المنطقة، لكن أنا هنا مثلاً ما عارف لو كتبت فيها كم مستشفى. فأنت لما بتكتب الهدف بتكتبه لو في زول في الشارع رفعه كده، ها زول ماشي في الشارع ما عنده علاقة بالصحة أصلاً، ولا بيعرف عون ولا بيعرف فرحة ولا رولا ولا بيعرف أي أحد، لقى هدف قال والله في مستشفيات منطقة جدة 20 مستشفى الحكومي، حيفهم ولا ما حيفهم؟ حيفهم. فانت تكتب الهدف كأنه الزول ده الموجود معاك ما فاهم حاجة. ممكن تلعب وين؟ تلعب في الأنشطة، تلعب في الأنشطة، يعني الهدف تكتبه للطفل بتاع المدرسة، لكن الأنشطة خلاص تقول الله يعمل رود ماب، اعمل والله سيرفي، اعمل تشيك ليست، باعتبار انه بعد ده الزول المتخصص هو اللي بيقرا شنو الانشطه عشان ينفذها. ده فريق ثاني بين الهدف والنشاط. الهدف بتكتب ببساطه وبسهوله يفهمه اي احد، النشاط لا، ممكن تكتب باي طريقه، بلغه انجليزيه، بطريقه النشاط مقصود شنو كده، لكن اهم شيء انا عندي شنو الـ الـ الهدف بتكتب. بعده في الاخير ده عندي فيه فيه شكل هدف، اي زول يبدا يوريني محدد كيف ممكن نحدده، كيف ممكن نعمل له قياس، كيف نحققه، كيف يكون واقع، كيف له زوم محدد. سمارت. انا بخلي يا دكتورة فايزة تناقشكم برضو، وانا بدخل ان شاء الله في تطوير وتحديث برنامج ادارة التفشيات في مستشفيات المنطقة خلال عام 2023. انتقدوا حسنوا، قولوا فيه كده وما فيه كده، فيه كده وما فيه. تفضل. ممكن تبوك نواف اذا موجود. تفضلي. اعتقد موجود. نعم. يتفضل نواف، وش رايك في الهدف الرابع تطوير وتحديث برنامج إدارة التفشيات والتشفيات المنطقة خلال عام 2022؟ الهدف عام كذا، مو يعني خاص محدد بزمن وأنشطة معينة. نوت سبيسيفيك، كيف ما نوت سبيسيفيك؟ بدينا في الاس الاولى، هاي اول حاجه السمارت ضد الاس، بدايه صحيحه تبدا دائما يا جماعه الهدف سمارت، تاخذها كده زي ما هي موجوده. الاس قلت غير محدد، طيب غير محدد دار تحدده كيف، ده نعم نقول شنو يعني احدد بانشطه معينه يعني اتبعها تكون تتماشى مثلا مع الخطه الاستراتيجيه لبرامج اداره التفشيات. لا 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 لا، ما تمشي بعيد، ما نحن بس دايرين هنا تطوير وتحديث برنامج اداره التفشيات في مستشفيات المنطقه، دايرين نحدده. هو قال تطوير وتحديث، اوكي، برنامج نعم. اداره التفشيات، جميل جدا. هو عنده برنامج اداره التفشيات، ده ما محدد ما محدد شنو هنا، برنامج اداره التفشيات معروف، ما محدد شنو في عدد المستشفيات المراد. يا سلام عليك، يا مستشفيات المنطقه عادتها لو وراني انا بعرفك مستشفى حيطور البرنامج. طيب وش كان احسن يكتب تطوير وتحديث؟ الاثنين واحد، ما في مشكله كويس، لكن دائما في الهدف حاول ما تجعل هنا قول تطوير برنامج اداره التفشيات، ما في داعي للتحديث، خلاص تطوير كفايه. صحيح، تحديث نشاط. ايوه تحديث نشاط، يعني كذا زي قاعد اعمل ابديت، عمليه عاديه لكن تطوير داير يطور البرنامج، وده واضح جدا. حلو جدا، الهدف مسبسي غير محدد، حددناه بعدد المناطق وشلنا كلمه تحديث عشان يبقى واضح.
حلو. نعم. اللي يا نواف دارين ميجرابل، هل هذا الهدف ميجرابل؟ قابل للتطبيق. نعم. لا ميجرابل يقاس، هل يمكن نقيسه؟ بعد ما نحدد عدد المستشفيات. اها. والأنشطة. مستشفيات 10. مستشفيات 10. قول حددها، قال 10 مستشفيات. اها. هل بتقدر تقيسه؟ نعم أقدر أقيسه. كيف هنا بتقيسه كيف؟ البرنامج كان غير دار يطوره، نقيس التطوير كيف؟ متابعة الأنشطة مثلاً والجولات. هلا تابعنا الأنشطة يعني نحن نعرف التطور ولا ما تطور كيف؟ لازم نعرف النسبة مثلاً، من نسبة كم إلى كم؟ يا سلام عليك، يعني لازم يكون عندنا حاجة نبدأ منها عشان نقول البرنامج يتطور، كذا ما حنقدر نقيسه. يعني ممكن يتطور وما نعرف إذا تطور ولا ما تطور، هو ممكن يتطور، لكن إحنا ما نقدر نقيس التطور. يعني البرنامج تطور، يتخيل زول بيتكلم كذا، والله ده إحنا طور برنامج التفشيات. طيب نعم. جميل، جينا آخر السنة البرنامج يتطور ولا يتطور؟ طيب يتطور كيف؟ والله عملنا قايد لاين للبرنامج. والله ممتاز، عملته قايد لاين، والله حاجة كويسة. وكمان والله عملنا ورك شوب، ورشة. والله كلام رائع جدا، وعملنا حاجاتك حلوة كلها. البرنامج يتطور ولا ما يتطور؟ بعد السؤال، يتطور ولا ما يتطور؟ عشان كده دائما نحن بنجد مشاكل يا جماعة مع ناس الأهداف. أنت بتقول يتطور، بتحكي لي سالفة طويلة، هو بيقول لك ممتاز وكويس، لكن في النهاية بيقول لك أنت لم تحقق الهدف. انت بتديه الانشطه لكن هو داير الهدف، تقول له البرنامج ده نحن قلنا تطويره من حيث الهيو زياده القوه العامله، كانت القوه العامله عندنا 2 بيجوا 7، اذا حققت الهدف كويس. تطويره من حيث زياده الـ التقنيه، كنا والله شغالين باكسل شيت وعملنا الكمبيوتر وذا البرنامج التقني، كذا البرنامج يتطور. لكن الرغي ساكت ما بوري التطور ما لم تخط في الهدف. يعني مثلا واحد شغال يطور قال هدفي تطوير برنامج إدارة التفشيات في التقنية إلى برنامج إلكتروني، وجينا سألناه البرنامج يتطور هي تطور عملت شنو؟ لا عملنا 3 جلسات تدريبية. يا حبيبي الهدف هنا دارين تقنية برنامج إلكتروني في ولا ما عليك. عشان كده في السيشن الجاي القريب ده هنتكلم عن المؤشر. انت لما تضع هدف هذا متطوال مؤشر وبيجي، هل انت عندك تقنيه ولا؟ فهمتوا الكلام ده؟ اذا معناه يا جماعه مش نوت ميجرابل، ما بقدر اقيس التطوير ده. والله ما اقدر اقيسه. فهمتوا علي؟ نعم. طيب هل اتشيفبل؟ يمكن تحقيقه اتشيفبل ورياليستيك، هل هو واقعي؟ ممكن الاثنين هذول مع بعض. تفضل نواف. ممكن تحقيقه. كيف انت ما تقدر تقيسه؟ لا انا جبت نسبه معينه، يعني من معلومات. أيوة. اذا من نسبه معينه الى نسبه معينه. يا كلام صح. اذا لو حددت المستشفيات وعملت النسبه للتطوير وقاصد بالتطوير وضحته تماما التطوير شنو، انا الهدف ده بقدر اقيسه. في نقطه يا جماعه، الهدف السمارت دي طوالي خلي سمارت في راسك. S specific محدد، M measurable يمكن قياسه، achievable ويمكن تحقيقه، realistic واقعي، time bound عنده زمن محدد. الهدف إذا واحدة من الأعمدة دي يتخل حصل لها خلل بتعمل خلل لبقية الأعمدة. ركز في النقطة دي. إذا هو غير محدد معناه لا يمكن القياس، إذا هو محدد ولا يمكن قياسه معناه لا يمكن تحقيقه، وإذا محدد ويمكن قياسه ويمكن تحقيقه لكن غير واقعي كويس، يعني ممكن يتحقق في أمريكا لكن ما بيتحقق هنا، يبقى هنا غير واقعي. إذا كل ده موجود ما عنده زمن، يبقى خلاص القصة كلها ما 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 هدف. فهمنا؟ عشان كده نكون مركزين جدا في 5 حاجات. كل ما تلقى هدف قدامك أخضعوا للـ5 حاجات دي يا جماعة. للأسف الشديد كل النت معظم الخطط مكتوبة أهداف أي كلام، بس معاك مكتوب اي كلام، وده خطوره كويس، دي خطوره. طيب الهدف ده اللي جينا نوت سبيسيفيك غير محدد، نوت ميجرابل لا يمكن قياسه، كنا يمكن تحقيقه اذا صلحنا الاوائل الاثنين. طيب ثاني فيه شنو؟ هل فيه حاجه كويسه؟ الهدف ده ما فيه واحده من الخمسه ديل، ما في حاجه واحده تمحق. في هدف الوقت يا دكتور 2022 اعتقد واضح.
عنده تايم باوند. طيب هل التايم باوند ده نفع الهدف؟ دي حاجة كويسة خدتها، لكن نفعه؟ هل الهدف بقى مقبول ولا لسه؟ ها؟ في زمن، هل الهدف ده نقول والله صح نجيزه عشان عنده زمن؟ ولا ما نجيزه؟ ما يقبل الهدف. ليه؟ العناصر الثانية مفقودة. يا سلام عليك. أي عنصر يتفقد الهدف بيبقى قيمته يا جماعة. لازم الخمسة عناصر تكون موجودة. ممتاز؟ لأنه أي عنصر بيكمل الثاني. اتفقنا؟ حلو. البعض. رولا؟ جدة؟ منطقة جدة؟ رولا؟ طيب احنا يا جماعه احنا نبغى الجميع يشارك، احنا يعني نختار الاسماء عشان نبغاكم مع المشاركه تفهمون اكثر، هذا الهدف اصلا. حتى احنا مسجلينها لكم انتم عشان تسمعونها مره ثانيه، معلش انا تاخرت بالتسجيل في البدايه. طيب عواطف الجو، ايوه يتفضل عواطف، ممكن تتكلمين معنا على الهدف الخامس التحكم في التفشيات الوبائية حالة حدوثها 2022، وش رايك بالهدف هذا؟ نبدأ من العناصر الخمسة كلها أولا سبيسيفيك. إنه غير محدد. ممتاز. قابل للقياس؟ لا مو قابل للقياس. ممتاز. ليه مو قابل للقياس؟ لأنه ما في، مو محدد يعني ما في أرقام، ما في التفشيات الوبائية، مو محدد إيش التفشيات. تمام، غير محدد، غير مغاستان، قابل للتحقيق، ممكن لو حددناه. يا سلام. يكون قابل للتحقيق. الآن بدأت تفهموا إنه الهدف عملية متكاملة، إذا حددت بقدر أعمله حقق، إذا ما حددت ما أقدر. تمام، غير قابل للتطبيق الهدف ده أصلا. تمام. تاني أنت زمن في مرتبط بوقت لكن مو كامل. لا أيوة، الزمن قال حال حدوثها في 2022، يعني هو قال في 2022 لا من تحدث يتحكم فيها، بتحدث بتين في 2022. ايوه تمام. اي لانه الزمن ما محدد، هي صح 2022 لكن هل في شهر واحد؟ هل يوم الجمعه؟ هل بتجي ثلاثه مرات في السنه؟ هل 70؟ هو غير محدد، حتى الزمن ما باوند، يعني هي بيقولوا تايم باوند، يعني زمن مربوط، زمن يبدا وينتهي. بس ما زمن مفتوح يعني. حتى دكتور مو مكتوب ميلادي. ايوه لازم، ايوه دي حاجات دقيقه لازم تتكتب يعني. طيب جميل والله يا رولا، ده عواطف شكرا لك. طيب نروح اللي بعدها، منع او تقليل حدوث التفشيات في المنشآت الصحية. الطايف استاذ مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبدئيا منع او تقليل، منع هذه الكلمة خاطئة، يفترض انه احنا ما تضاف من ضمن الاهداف لانه انت ما حتقدر تمنع، فحيكون الهدف تقليل أو خفض. طيب هنا معك شوية، جميل جدا يا مريم، قلت نزيح منع، لو خدتنا الهدف بيبقى مشكلته شنو؟ لو قلنا دارين منع حتبقى مشكلتها شنو في الهدف؟ أنت ما حتقدر توصل لمنع، ما حتقدر تمنع، فأنت قاعد تحط لي هدف ما هو واقعي. أعطيني الخمسة. طيب. مواصفات حنكون خلينا بيعطي مواصفات. ممتاز. هو واقعي؟ في البداية طبعا. هو ما هو واقعي، ما حيكون واقعي لاني ما حقدر امنع، ما حقدر اوصل لزيرو. خلينا الهدف نوت رياليستيك. جميل، زحيناه. بدينا تقليل. طيب ها، طيب تقليل او خفض. طيب طيب جميل. تمام، فكبدايه خلينا نبدا سمارت سبيسيفيك. أيوة. هو ما هو محدد. طيب ليه ما هو محدد؟ لانه ما هو قايل لي ايش التفشيات اللي انت تبغى تمنعها او تبغى تقللها. طيب تمام. خلينا نتكلم في تخفيض. كسبيسيفيك هو ما هو سبيسيفيك، ما هو محدد. ميجربل هو غير قابل للقياس لاني انا ما حددت اصلا ايش نوع العدوى اللي ابغى اخفضها ومن فين لفين حخفضها او النسبه حقتها او البرسنتج حقتها من فين لفين.
طيب تمام. طيب بعدين حنجي لي achievable، هو غير قابل للتحقيق بسبب انه ما في goal معين انا اقدر اوصل له. طيب realistic هو غير واقعي ايضا، لانه لنفس الاسباب السابقه ما عندي هدف معين اقدر اوصل له او فاشيه معينه ابغى اوقفها. طيب تمام. timeline هو ايضا ما هو محدد للوقت او الفتره الزمنيه اللي انت حتخطط لي فيها، مثلا خلال عام 2022، خلال النصف الاول من 2022، بالاضافه لانه ما حدد لي المنشاه هذه فين، في اي منطقه، وضع المنشاه هذه ايش، ما تحدد بشكل صحيح عشان اقدر اقول هذا هدف صحيح او لا. بالتالي الهدف يحتاج شويه تحديد. يا سلام عليك، شكرا يا مريم، اشكرك. شكرا والله، فاهمه الاهداف فاهم زي الورد. دارين واحده زي مريم ثاني تتكلمنا عن الضبط وتقليل نسبة التفشيات الوبائية في مستشفيات المنطقة، آخر هدف دارين يخضعوا لنا الخمسة، يبدأ لي بالسبيسيفيك وميجرابل وأجيب التايم باوت واحدة واحدة محددة كده النهاية. مشاركة جدة، جدة ما شاركوا رولا، تفضلي رولا. عندها مشاكل، عندك مشاكل في المايك ولا ممكن تكتبي لنا في الشات عندك مشاكل في المايك؟ لا صوتك مو واضح والله. طيب اوكي، ممكن احد ثاني حاب يشارك في النقطه هذه؟ اوكي رولا عندها مشاكل. هيفاء البيشي، تفضلي تفضلي هيفاء. ايوه استاذتي، كلمة ضبط صحيح. ما ادري احس انها غير واضحة. لا والله بديتوا ما شاء الله عليكم، منك كلمة تقدر تحدد لها ممتاز، ضبطي ما تنفع معانا شيلها برا لانه حتخلينا غير واضح. طيب كلمة تقليل ممكن نبدا من هنا، نسبة طبعا. التفشيات الوبائية اذا جينا سبيسيفيك ما هو محدد لنا نوع التفشي اللي هو حاب انه يعني الهدف تبعه انه يقلله. الشيء الثاني ما هو محدد لنا النسبة من كم إلى يا كم. يا سلام عليك، قال نسبة بس لكن ما ورانا كم هي. تمام ممتاز والله. الشيء يعني قصة النسبة ما ورانا النسبة دي، نقول ما له الهدف لا يمكن شنو؟ لا يمكن تحقيقه، لما ما في نسبة تحقيقه، لا يمكن قياسه، ما في لا يمكن قياسه، يعني ما في ميجر، ما في رقم. طيب الهدف بيكون واقعي لو كان في نسبة وكان محدد. تمام. تمام. مستشفيات المنطقة طبعا ما حدد لي كم عدد مستشفيات اللي هو مستهدفها بالهدف. تمام. وفي أي سنة الوقت بالسنة ممتاز. من البداية للنهاية ناقص الزمن صح؟ الزمن أيوة. الهدف ناقص الزمن. يا سلام. طيب هيفاء إذا تتكرمين عطينا هدف يعني سمارت تعتقدين أنه مناسب لبرنامج التفشيات الوبائية خلال عام 2022 عندك في المنطقة. تمام، ممكن أني أقول تقليل التفشيات الوبائية مثلا البكتيريا، نحدد ممكن الـ MDRO، ممكن أني أنا أقدر أحددها في أريا معينة مثلا مستشفيات المنطقة اللي فيها ICU، بحكم أنا منطقتي ما فيها جميع الـ أيوة، يكون مثلا عندي حالات مستشفيات ما فيها تنويم ومستشفيات ما فيها عناية مركزة ومستشفيات أساساً ما فيها ميكروبيولوجي لاب. لما أحدد الـ MDRO مثلاً بقول ثلاث مستشفيات في المنطقة، مثلاً لو أنا استهدفت الملك عبدالله وتثليث والعلاية بحكم التنويم وفي السعة السريرية للتنويم يكون فيها. لو أخذنا مستشفيات المنطقة مثلاً قلنا من نسبة مثلاً 50% إلى نسبة 15% خلال عام 2022، يعني مثلا نبدأ من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 فقط. جميل، أنت قلت هدف رائع وأنا فهمته، لكن نفسي أفاجئك بحاجة غريبة، الهدف ده غير محدد. في مستشفيات المنطقة ثلاث مستشفيات المنطقة. والMDRO عارف المشكلة اللي جاتني في الهدف من 50 MDRO. من 50 لكم؟ 15 كذا سنة. واقعية ورياليستيك، هل 50 دي في الثلاثة مستشفيات يعني أنت جبت المتوسط بتاعه ودار تنزل المتوسط، ولا كل مستشفى كانت 50 دار تعمليها 15؟ أها.
لا يعني ككل يعني. يعني المعدل المتوسط. أيوة أيوة. إذا الهدف ده حيبقى شيء يضيف له كلمة شنو؟ تقليل نسبة. تقليل نسبة التفشيات الوبائية في مستشفيات المنطقة الثلاثة. معدل المتوسط. معدل معدل العدوى بالمستشفيات الثلاثة لعام 2022. معدل العدوى مثلا لأنه في واحد ممكن تكون 60 واحدة 40 واحدة كده معدل المتوسط. متوسط. طيب يا في حاجة جميلة هنا أنا دار أضيفها لكم. الهدف هو فكرة أولا عشان نكتبه بنكتب الفكرة زي ما قالتها أختنا كتبت المستشفيات الما فيها مايكروبيولوجي دي معايا فيها آي سي وتكتبها تكتبها بعد ذلك تطلع على الأشياء اللي هي متفق عليها عشان لأنه زولنا الثلاثة مستشفيات دي وما ما ما, ما بهم فيها مايكروبيولوجي دار الهدف تقول له والله الثلاثة مستشفيات المحددة ويمكن تكتب اسمها عادي كده وكده وكده لو قال لك ليه ده تفسير تاني آخر ما يحتاج يتكتب في الهدف لكن يحتاج انه والله الكلام ده محدد انا محدد وريتك المستشفى ولا ما وريتك اي وريتك خلاص دي المستشفى اللي انا هشتغل فيها اما ليه انا اخترت هذه المستشفى هنا دي فكرتي الرئيسيه انا ما في حد بيسالك فيها بيسالك في الاس والام والاي والار والتي لما تحط الاس والام والار والتي انت بتكون اختصرت فكرتك الكبيره دي في سطرين كويس معك في سطرين اذا دكتور الهدف تقليل نسبه التفشيات في ثلاث مستشفيات منطقه بيشه نسبه التفشيات اللي داروه من قالتها ايوه في ثلاث مستشفيات منطقه بيشه اللي هو مستشفى الف وباء وجيم ايوه معدل من معدل متوسط لها من 50 الى 15% خلال عام 2022 فانتاستيك حطوا هذا الهدف وهم لو تشاركينا تكتبينا في الشات عشان الان بنبني عليه النشاط الثاني طيب نبدأ الآن النشاط الثاني احنا وضعنا الآن الهدف العام للبرنامج الآن بعد ما نضع الهدف العام للبرنامج النقطة الثانية أن نضع الأهداف الفرعية لهذا الهدف العام أنتم شاركتونا أهدافكم الرئيسية ووضعتوا أهداف فإحنا بنمشي ما رح نمشي عليها كلها رح نمشي يعني على الأقل مع كل شخص منكم على الأهداف الفرعية اللي يرى أنها مناسبة لهدفنا الأساسي أعيد الهدف الأساسي تقليل نسبة التفشيات الـ MDRO في ثلاث مستشفيات ألف وباء وجيم في منطقة بيشة من معدل متوسط حقها من 50% إلى 15% خلال العام 2022 الآن بنبدأ الأهداف الفرعية لها أوكي طيب الهدف الفرعي يا جماعة هو برضو سمارت يعني الهدف الفرعي هو ذاته سمارت لأن لما نقول تقليل معناه عندنا عدة أهداف للتقليل ده يعني مثلا كلكم شغالين ما شاء الله تفهموا التفشيات اول حاجه انا داير ازيد الابلاغ مش داير الابلاغ كنشاط داير زياده الابلاغ من كده الى كده مثلا من نسبه الى نسبه ده ممكن يكون هدف فرعي اعمل فيه نفس الاسمار عشان ما يبقى نشاط عشان ما يبقى نشاط قلت زياده الابلاغ مثلا بيبلغوا لي 10 مستشفيات من مجموع 20 اقول زياده الابلاغ من 10 مستشفيات الى 20 مستشفى بنهايه العام او خلال العام 2022 ده هدف فرعي لا من زيادة البلاغات معناها أنا أقدر أقلل نسبة التفشيات لأنه عرفت البلاغات جاية من وين طيب لما نقول زيادة البلاغات من 10 إلى 15 بعد ده أجي للأنشطة أنا داير أفرق الهدف الفرعي من الأنشطة أو الهدف العام من الأنشطة ده أنا داير أصل 10 زيادة البلاغات إلى 20 مستشفى من 10 ده هدف فرعي بعد ده تجي الأنشطة اللي هي كالآتي إرسال إيميل لكل المستشفيات التي لم تبلغ عمل اجتماع مع مدراء مكافحة العدوى في تلك المستشفيات إرسال الفورم للنوتيفيكيشن التأكد من أنه الفورم وصل الجماعة دي أنشطة كويس على هذا النهج أنه الهدف الفرعي يا جماعة هو هدف نفسي الهدف العام ببساطة أنتم ممكن توروني الكلام ده يلا مين رفع كفاءة التطبيق سرعة سرعة قول يلا ده ما هدف ده نشاط ده هدف لكن ناقص كده كده يعني يلا نبدأ نرجع مرة ثانية مثلا عون ممكن تشارك معنا بسرعة بس عشان نجي عشان ده نجي للمؤشر طوال عشان الزمن بيكون سهل علينا الآن صحيح شاركات سريعة سريعة يلا سمي دكتورة بس أشارك في أي جزئية عفوا الاكتشاف المشاهدة الصحية هدف ولا نشاط لا نشاط كيف والله قد يكون هدف فعلا بس كفاءة صلحوا لنا هدف فرعي صلحوا لنا
طيب كفاءة رفع كفاءة التبليغ في المنشآت الصحية، نرجع لنفس الاستراتيجي صح، السمارت يعني المنشآت الصحية داخل المنطقة. يا سلام ممتاز، نفس نحدد الحاجات نحدد الماء ايوه والتبليغ رفع كفاءة التبليغ، كفاءة التبليغ والله الكفاءة ممكن انها شوية برضو تحتاج الى تعديل، رفع كفاءة التبليغ. يا سلام عليك أو... انت العام بدأت تفهم في كيفية صياغة الهدف، الكلمة ذاتها اللي هي عسب، الكفاءة شيلة برا ما دارين كفاءة لانها صعب صعب نقيسها بعدين. اي والله كفاءة بس لكن لو قل التبليغ زيادة في التبليغ صح؟ سهلة جدا زيادة في التبليغ بس صح؟ ممتاز، يعني زيادة التبليغ من المنشآت الصحية في منطقة ألف من إلى نقدر نحددها يا دكتور مثلا بأرقام أيوه. وبنسب معينة. يا سلام عليك يا سلام عليك. خلال مثلا الستة خلال ستة أشهر الأولى من عام 2022 يا سلام عليك يا سلام عليك، زيادة عدد التبليغ من 10 مستشفيات إلى 20 مستشفى في منطقة تبوك خلال 6 أشهر، واضح جدا ده كده يبقى شنو؟ هدف فرعي للهدف الكبير لتقليل التفشيات، حلو جدا. زول تاني ورينا البعد دي الاكتشاف المبكر وتحليل جودة البيانات ها؟ وخليني من الاكتشاف المبكر نشاط ولا هدف سريع؟ شاط نشاط نشاط، حلو جدا يا أخي، يا أخي الله أنا مبسوط منكم والليل عديل كده. تحليل جودة البيانات نشاط ولا هدف؟ نشاط برضو نشاط. يا سلام عليكم يا سلام عليكم، الواحد لما يعرف الفرق بين الهدف والنشاط خلاص، ولما يعرف الهدف مواصفاته الخمسة يعرف يضع هدف تاني تقول ما عنده مشكلة. قياس كفاءة فريق التحكم بالفاشيات داخل المنشآت من خلال الإغاثة الدائمة ومراجعة البيانات. ده يا جماعة لما تجد كلام كثير كده تحاول تقسمه. قال قياس كفاءة فريق قياس كفاءة فريق التحكم نشاط ولا هدف؟ صح ما ينفع هدف صح؟ جو ممكن تشاركي معنا عواطف؟ ايوه تفضل. بس بشكل عام بأسكفاءة فريق التحكم بس ما اسمعك ايش تقول؟ فقط علقي على قياس كفاءة فريق التحكم. قياس كفاءة فريق التحكم يعني مو هدف صح تمام ما نقدر نشتغل عليه تمام. طيب اللقاءات الدائمة نعم اللقاءات الدائمة من خلال قال اللقاءات الدائمة هدف ولا نشاط اللقاءات الدائمة؟ أكيد نشاط اللقاءات الدائمة. ومراجعة البيانات هدف ولا نشاط؟ مراجعة البيانات كمان نشاط. ممتاز ممتاز ممتاز. البعد هو تحسين مستوى التبليغ من قسم المختبر إلى قسم مكافحة العدوى. تحسين مستوى التبليغ. رولا ممكن تشاركينا بالشات، وإذا شاركتنا بالشات نقرأ اللي أنت كتبتيه ونبلغك يعني إيش نعطي يعني نناقشك فيه، بس عشان يعني حابة إنك تشاركين معنا. معلش أنا قطعت أحد، تفضل. مين حاب يشارك معنا؟ شرقية؟ فرحة وآمنة معنا؟ رولا تقول إنه تحسين مستوى التبليغ من قسم المختبر إلى قسم كافة العدوى ممكن يكون هدف. يلا ممكن يكون هدف؟ كيف؟ يعني هي تقول نمو نشاط هذا ممكن يكون هدف. طيب ورينا صلحي لنا المواصفات ما فيه كيف نصلح هذا الهدف؟ طيب من يساعد؟ من يساعد رولا يشاركها؟ إيش رأيكم؟ قبلناه هدف كيف نصلحه؟ دارين نعمل هدف مكتمل يلا نحدد كيف. أستاذة مريم طايف اي تفضل يا دكتور فايز اي تفضلي وش رايك؟
معلش بس عفوا الهدف شو هو قطع عند الصوت فما تحسين مستوى التبليغ من قسم المختبر الى قسم مكافحه العدوى. رولا قالت ان هذا مو نشاط هذا ممكن يعتبر هدف، انت ايش رايك؟ ممكن نعتبره هدف لكن نحط له مثلا التحسين هذا انت ايش تبغى رفع مستوى التبليغ، ممكن نكتب رفع مستوى التبليغ من قسم المختبر ونحط مثلا انه الكريتيكال داتا تتبلغ لي في كذا كذا وقت. تمام طيب ايوه تمام. احط لها وقت معين وابدا اقيس، احط عندي بيس لاين وابدا اقيس تحسين مستوى التبليغ. انا نقول ان يتم التبليغ عن النتائج الكريتيكال مثلا خلال 5 ساعات من اكتشافها يعني لقسم مكافحه العدوى. تمام هذا كهدف. تمام نعم. تمام وحتى رولا شاركت قالت لازم نحدد نوع التبليغ. يا سلام التبليغ. تمام يعني 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 الاشياء لما انت كل ما تحدد افضل بيبقى هدف. طيب يا جماعه من رب نحدد لكن بنلقى العمليه فيها انشطه، فهمتوا علي؟ يعني الان انت تفضلت تقول له نحدد الكريتيكال وخلال 5 ساعات وكذا بقت شبيهه بالانشطه. افضل نمشي نعمل هدف فرعي ولا ننزله كانشطه؟ يعني الهدف ده لما جينا فصلناه وحددناه بقى شبيه بالنشاط. بعدها ودي وين انا؟ اخليه هدف ولا انزله؟ يفضل يتشفت كنشاط. ها؟ يتم تشفيته كنشاط افضل. يا سلام عليكم. اذا معناها انا دائما اقلل الاهداف واكثر الانشطه. فاهمين علي؟ يعني انا لو عندي خطط ما تكون اهدافها كثيره وكلها تشبه الانشطه، بالعكس تكون اهدافها قليله وانشطتها كثيره. فهمتوا علي؟ لانه الهدف هو اللي بيسالوك عنه، هو اللي بيحصل عليه القياس. اعيد ثاني، انت عايز رضا الله سبحانه وتعالى. ما تبغى تقول والله انا دار رضا الله سبحانه وتعالى. انا عايز الله يرضى عني. انا والله داير تكون علاقتي كويسه مع الله، والله يا اخي انا داير الله سبحانه وتعالى يحبني. ده كله يمكن تختصره في رضا الله سبحانه وتعالى، لكن تعال الانشطه، داير اصلي، داير اعمل نوافل، داير اصوم، داير اتغرب بالقران، تكثر الانشطه وتقلل الاهداف دائما في خططك. لو استخدمت هذه الخاصيه الخطط بتكون سليمه 100%. النشاط لو بقى هدف ما مشكله يا جماعه، النشاط الداخلي اللي ده واحد قال لك ده ما نشاط هدف ما مشكله. المشكله الهدف يكون نشاط. فهمت علي؟ عشان كده دائما انا بخلي الاهداف دي بشتغل عليها وبركز عليها اكثر من الانشطه. دي يا جماعه الكلام اللي بقوله لكم انا ده نادرا ما تلقوا في مكانها، دي احترافيه. ما حتلقى كلام كثير، ما حد بيروح يقول لك والله قلل الاهداف زيد الانشطه قلل الانشطه. لازم لانه من خلال خبرتي البسيطه جدا في مراجعه الخطط في السودان وفي السعوديه وفي حتى في الدول المتقدمه، مراجعه الخطط يفتقدون دائما للهدف. وانا كنت دائما بسال ليه كل ما يجي يدربونا كان في التخطيط مركزين على الهدف ده؟ يقعدوا معنا في الهدف ايام وايام. السمارت واضحه عارفين الناس سبيسيفيك، لا اكتب سوي طلع الهدف. في انت في النهايه انه القضيه الرئيسيه في وضع الخطط هو الاهداف وليس غيرها. وصل الاهداف بقى الظابطه فيها الخمس حاجات اللي ناقشناها اليوم، كان ما في اي مشكله في التخطيط. جميل يا جماعه؟ يعني دكتور عندنا اول شيء اي هدف لازم يكون سمارت، هذه قاعده ذهبيه. ايوه. ثانيا ان احنا ما نكثر الاهداف، الان وضعت الهدف الرئيسي عندي اهداف فرعيه، ما اضع اهداف ما هي بقوه اني اضع اهداف كثيره فرعيه. يا سلام عليك. لكن كل هدف فرعي نزيد في الانشطه زي ما نبغى ما في اي مشكله. ايوه. وممكن النشاط يكون حتى صياغه هدف ما فيها مشكله. صحيح. اذا هذه يمكن هذه جولدن. نجي بس لاخر اثنين يا جماعه. قال وجود فريق للتفشيات في كل منشأة مدرب وذوي خبرة تتناسب أعدادهم ومخرجاتهم مع المعايير المطلوبة بنهاية العام. يا جماعة الأهداف زي دي بتسمى رواية. ها دي يعني ممكن تقرأ كرواية في البيت الساعة 12 الساعة 2 دي رواية. ليه؟ أنت داير فريق للتفشيات مدرب ذوي خبرة وعندهم أعداد ومخرجات مع المعايير يا أخي ده فيلم. فدائما الهدف يكون سيمبل سيمبل سيمبل. دي الإضافة الأخيرة إنه فيري سهل. فانا سهل القصه دي شنو؟ لا يعني وجود فريق داير ومدرب وذو خبره. خلاص وجود فريق كف. كف اذا معناه مدرب وعنده خبره كواليفايد. كويس؟ في كل منشاه كل منشاه كل منشاه والله في المستشفيات الكبيره الاربعه بتاعنا المنطقه. اسمهم كذا وكذا 1-4. خلاص بقت تتناسب اعدادهم ومخرجاتهم مع المعايير المطلوبه. يا اخوي ده موضوع ثاني. انت داير كواليفايد وداير العدد. فانت لازم تفرق بين الكواليفيكيشن
وبين العدد تخطه في أهداف فرعية. الهدف الفرعي الأول وجود كواليفاي، الهدف الفرعي الثاني الأعداد مع المعايير لتحسين عملية مثلا التبليغ وكذا، فهمت علي؟ فلازم يعني تاخذ كل شيء، مش تكتبه كل الفكرة في راسك في مكان واحد. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ما تكتب هدف فيه عدة كلمات وعدة أفكار، لازم توحد الفكرة وكذا. طيب داير واحد يشاركني في آخر نقاش للهدف الفرعي اللي هو فعلا تطهير الأيدي بيقلل التفشي، فده هدف فرعي، فداير رأيكم فيه. آخر واحد زيادة معدل التزام، أدوني له بالسمارت كده، ده أصلا ما ممكن يكون نشاط صح؟ هدف فرعي نواف صح؟ اي نعم تفضل. اي تفضل نواف، ايش رايك؟ هذا زياده معدل الالتزام بتطهير الايدي، هذا يكون هدف فرعي طبعا، هو محدد لكن مو محدد المكان، يعني في كم مستشفى تمام، ومحدد من نسبه كذا الى كذا، ومحدد الزمن تمام. والله شنو واقعي انه مثلا في عدد المستشفيات، في مستشفيات مثلاً أربع مستشفيات، خمس مستشفيات. الهدف ده عنده عيبين، واحد ذكره النواف ما محدد يا طموش عاصحية، العيب الثاني شو كده بس عائل للشريحة، بس عائل في الشريحة كده. فيه عيب ثاني ما من الخمسة، ما من المواصفات الخمسة، لكن يعتبر عيب عند الناس التخطيطيين، يعني هو جايب أربعة من خمسة في المواصفات، ممكن طوال يكتب لك الأربعة لكن عنده خطأ ثاني خارج المواصفات، ممكن تقدروا تعرفوا النسبة يا دكتور. ها؟ النسبة من 65 إلى 70% بس ما حدد لي المستشفيات إذا هي معدلهم. يا سلام يا سلام، نفس الكلام قلنا قبل شوية مع أخوتنا بتاعة الأربعة مستشفيات، معدل متوسط الثلاثة مستشفيات، هل هو معدل متوسطنا الثلاثة ولا كلهم 65؟ جميل جدا، ده في التحديد، هو عنده مشكلة في تحديد الهدف وصلحناه له، لكن برضه عنده مشكلة ثانية. مش كهدف، شايفين شنو في الشاشة انتم؟ شايفين شنو؟ ما في ظل لاحظ حاجة؟ تاريخ مكرر، تاريخ مكرر. يا سلام عليك، واحد وتعرف شنو؟ زيادة معدل اللا التزام، زيادة معدل. هل الالتزام بتكتب كده ولا في لام زايدة؟ صح. إذن معناها يا جماعة الهدف بعد ما تصلحوا دي كلها يا جماعة حاجات تستفيدوا منها في حياتكم. الهدف الخطأ زي ده لا يقبل فيه، مثل في النشاط زول يقرأ لك ما في يمروا عليها، لكن في الهدف لا بد تراجع اللغة، لا بد تراجع كيفية كتابة الكلمات، لا بد تراجع السبيسينج، لا بد تكون الامور بتاعتك ظبطه 100%، ده اخر حاجه بعد ما خطيته ميجرابول وخطيت رياليستيك، تيجي تراجع كلماتك وكتابتك كويس. في النشاط ممكن لانه انشطه كثيره ممكن يحصل خطا صغير يتعالج لقدام، لكن في الهدف ما تعمل اي خطا. طيب الان الاخت هيفاء وضعت لنا هدف اساسي في الشات مكتوب الان، الهدف الاساسي لبرنامج التحديات. أحتاج من كل واحد منكم منطقة الرياض، الجوف، جدة، الطائف، الشرقية، بيشة، تبوك، كل منطقة تضع هدف فرعي لهذا الهدف الأساسي الموجود. فقط وضعوا هدف فرعي نمشي عليها بسرعة، خمس دقائق إن شاء الله ونرجع نعطيكم خمس دقائق كل شخص يكتب هدف فرعي لهذا الهدف الأساسي ونرجع نشوفها.
عفوا دكتورة فايز، ايش المطلوب؟ هذه اهداف فرعية، ايش المطلوب منا؟ الان وضعنا هدف رئيسي في الشات، هيفا وضعته لنا، صحيح؟ هذا هو الهدف صحيح صحيح شفته. اي هذا هدف الرئيسي لبرنامج الاوت بريك، تمام؟ جميل. اوكي الان انت من تشوف هذا الهدف الرئيسي، الان المفروض انك بتحط تبني خطه تشغيليه، المفروض انك بتحط خطط فرعيه لهذا الهدف الاساسي عشان تحقق هدفك الاساسي، صح؟ صحيح. اذا انا بس احتاج منك ما تضع لي جميع الاهداف، حط لي بس هدف واحد، هدف واحد سمارت فرعي يحقق منا جزء تحقيق الهدف اللي هو الاساسي اللي احنا وضعناه. واضح؟ تمام واضح واضح. اوكي خمس دقائق ونكمل ان شاء الله.
طيب اوكي الان شكرا على مشاركتكم الاهداف الفرعيه، احنا بنحطها عندنا وبنعطيكم فيدباك عليها وبنضعها يعني وبنعطيكم فيدباك على كل هدف فرعي بحيث انكم انتم تتعلمون من اهدافكم الفرعيه هل هي صحيحه او لا. بس ننتقل عشان الوقت لمؤشرات الاداء. تفضل ممتاز. ما في مؤشر اداء بينجح اذا الهدف ما مستوفي الشروط الخمسه، نتفق. اي مؤشر للاهداف ما ينفع ما لم يكون الهدف مستوفي الشروط، اتفقنا؟ وحنجي نوريكم ليه. هسه حنعمل مؤشر للهدف ده مع بعض كويس، وركز معي في كيفيه وضع المؤشر. تذكروا في المحاضره قلنا يعملوا بطاقه للمؤشر، هسه البطاقه دي حنعملها حنعبيها الان مع بعض، لكن انا بسال السؤال والاجابه سهله عندك حتنقاول في الهدف. ما دام خطيت هدف كويس حتقدر تعبي بطاقه المؤشر، حتلقى المؤشر لا شيء، يعني وضع المؤشر لا شيء. طيب هتلقى حاجه مهمه جدا، النقطه الاولى عشان نضع مؤشر صحيح لازم الهدف يكون صحيح. النقطه الثانيه اهم مواصفه تتوقعه في الهدف بيساعدني في المؤشر يا ترى. عندنا خمسه مواصفات، الاولى محدد، الثاني يمكن قياسه، الثالثه يمكن تحقيقه، الرابع واقعي، الخامس له زمن محدد. اسمع يا طب، مواصفه الخمسه مهمات في المؤشر، لكن في واحده بتكون القياده فيها يا ترى. القياس دكتور. اي واحده، اي واحده يا ترى، دي كلمه سودانيه معلش يا جماعه، اي واحده يمكن ان تكون المواصفه ذات الصله بالمؤشر؟ قياس. يا سلام، اذا معناها انا اتاكد من انه المؤشر الهدف كامل الاوصاف واركز على القياس. اتفقنا؟ وليه اتفقنا؟ كويس نمشي. طيب الهدف بتاعنا ده ما شاء الله الحمد لله كامل الاوصاف الحمد لله، هل الهدف ده فيه قياس ولا ما فيه؟ القياس بتاعه شنو في الهدف؟ إجابة يا جماعة، وين القياس؟ متوفر القياس دكتور. ها؟ وين القياس؟ متوفر القياس هو من 15 إلى 50%. 50 إلى 15. هل في قياس تاني؟ هل في قياس تاني؟ في رقم تاني نقيسه؟ قياس من 50 إلى 15، هل في رقم تاني نقيسه؟ هل في رقم؟ الهدف ده صح 50 إلى 15 ده القياس المقصود، لكن هل في رقم تاني؟ تحديد عدد السنة المستشفيات صح؟ الرقم ثلاثة مستشفيات، ده رقم ثلاثة مستشفيات، ده رقم ولا ما رقم؟ يعني يقيسوا واحد واثنين وثلاثة صح؟ نعم. في تاني رقم العام 2022 دكتور. يا سلام، ال 2022 12 شهر 1 و2 و3 و4 و5 و6 لحد 12 صح؟ ايوه. اذا يا جماعه عشان اضع المؤشر اول شيء يكون الهدف مكتمل الاوصاف. اثنين اركز على الميجرابل. الميجرابل 50 ل 15. ثلاثه اي رقم موجود في الهدف اخد عيني عليه. لقيت الان انا عندي ثلاثه ارقام، ايه رايكم في رقم رابع؟ مخفي؟ ممكن توروني الرقم الرابع المخفي شنو؟ الرقم 50 15 حلو؟ ثلاثة مستشفيات حلو؟ السنة 2020 حلو؟ دي واضحة مكتوبة. في رقم مخفي عارفين شنو؟ مين عنده جواب؟ أجاوب أنا؟ النسبة يا دكتور؟ كيف؟ نسبة الإصابة؟ هل ممكن هذا يكون رقم ولا؟ لا نسبة الإصابة 50%. دارين ينزلوها 15. الـ MDROs خلفها بكون في أرقام ولا ما في؟ يعني أسيمتوباكتر نمبر 1، كليبسيلا 2، ما تعرف شنو برتصص لا، يعني في عدد من البكتيريات صح؟ صح دكتور. صح؟
الامداروز دي كثيره، في كليبسيلا، في اسينوتوباكتر، يعني في عدد من البكتيريا. في الحاله دي الهدف، لانه الامداروز متعارف عليه عالميا انه اي واحده فيه في الامداروز، فانا ما حشتغل بالرقم المخفي، لكن لو داير اعمل المؤشر حتى الرقم المخفي ده ممكن اعمل له مؤشر. فهمت علي؟ يعني المؤشر ممكن يبقى عده مؤشرات. يعني كده الام دي ار او ده مؤشر للام دي ار او. يا حبيبي دايرني اعمل لك جوه الام دي ار او، هعمل لك مؤشر للاسيمتوباكتر، وهعمل لك مؤشر للكليبسيلا، وهعمل لك مؤشر لكده. عشان كده البرامج الالكترونيه بتطلع داشبورد اكتر من الشخص. وقع عليك؟ يعني دي لو دخلتها للكمبيوتر بيجيب لي الام دي ار او كل عدد مؤشرات. اذا اعيد، استفدنا النقاط التاليه، انه عشان نضع المؤشر لازم الهدف يكون مكتمل الاوصاف، لازم يكون فوقه ميجرمنت قياس، ولازم اشوف الارقام الموجوده كلها الظاهره والمخفيه، واركز على الظاهره. حلوين يا جماعه؟ طيب دارين نضع المؤشر، المؤشر دارين نقلل، قال لي من 50 الى 15، داري قيس صح؟ داري قيس. اذا الهدف ده خلاصته شنو؟ انه ثلاثه مستشفيات الام دي ار او تنقص من 50 15. إذا أنا دار أقيس شنو؟ دار أقيس في نهاية السنة 22 أقيس 15%، صح؟ دي الفكرة، إنه أكون وصلت 15. يكتب كالتالي، يكتب كالتالي: متوسط، معدل، والله اللي كتب أيوه، متوسط، معدل الإم دي آر أوز، معدل الإصابة بالام دي اروز او باي حاجه بالعربي بالايوب الام دي اروز في الثلاثه مستشفيات بين قوسين 15%. انا مش داير كده، اكتب الحاجه اللي عايزها انا في المؤشر، اكتب الهدف نهايته في المؤشر شنو. الهدف قال ده يصل 15%، فأكتب متوسط معدل الإصابة بالإم دي آر أو في ثلاثة مستشفيات، قال في ثلاثة مستشفيات وقال ده يصل 15%. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ده أنا عايزه. على لازم يكون عندي ده اسمه المقام، المقام هو اللي أنا أبقاه، على متوسط معدل الإصابة في الثلاثة مستشفيات الحالي. يلا أنا هنا صرحت الحالي شنو؟ الحالي ده في نهاية 2022، يعني هم لما بدوا 2022 كانوا 50. نجي نشوف المستشفيات في نهاية 2022 تحت، المقام بتاعنا تحت، فلقينا المتوسط 45. متوسط لقينا لما جينا في 2022 45، يعني نحن جبنا 15% على 45%. ده اسمه مؤشر مقارنة. ها معلش أنا ما أقدر أصعب عليكم الشغلة، ده بس قارن بين ال 15% واللي لقيناه حاليا كم. أيوة، فقارنا لما بدينا المؤشر الأول نحن دارين 15%، والناس دي بدوا 50%، نجي آخر السنة لقيناهم نزلوا 45، يعني نسبتنا 15 ل 45. كويس معك؟ طيب ليه مؤشر المقارنة ده بوريني الفريق إنه تحركنا من 50 ل 45، تحركنا 5% فقط، ما حصلنا النسبة بتاعتنا 15، الفريق كبير، ده مقارنة. المؤشر ده بيفيدني عشان يوريني انا بقدر احقق الهدف بنسبه كم. الهدف يحقق 5% بس حركه، فالهدف ضعيف التحقيق بتاعه. نفس المؤشر ثاني تحت مؤشر، وعندك وريني الاحلى يا تول ممكن تستخدمه، يعني انا داري اوريك انه ممكن تتفنن في اختيار المؤشرات. متوسط معدل الاصابه بالام دي ار او الثلاثه مستشفيات ما في قوس، على متوسط معدل الإصابة
الأساس اللي هو 50%. في هنضرب الكلام ده كله في 100% في 100% نسبة هنا في 100% أيوة علامة النسبة، علامة النسبة بتاعت المية دي كده تطيب كده كده دي. في 100% نسبة في 100 دي أيوة تمام. طيب يلا راجعوا هنا، متوسط معدل الإصابة يا جماعة الكلام ده كله في نهاية 2022 جينا شلنا لمينا متوسط معدل الإصابة في الإندا أروف في الثلاثة مستشفيات وقسمناه على متوسط معدل الإصابة الأساس كانت 50%. فإذا جينا لقينا متوسط معدل الإصابة في الثلاثة مستشفيات 5% معدل متوسط الإصابة في الثلاثة مستشفيات 5% على 50%، إذا معناها ده برضو وريني أنا تحركت كم. وقع عليك ده مؤشر العام، المؤشر العام داير متوسط معدل الإصابة على متوسط معدل الإصابة الأساس، ده يوريني الآن المتوسط أجبته أنا الآن في الثلاثة مستشفيات من الأساس كان وضعه كيف. الفرق لازم يكون كبير، لما يكون مثلاً 5 على 50% معناه 10%، ده فريق محترم. لكن لو بقى 50 على 50% حيكون 1%، معناه أنا ما أنجزت حاجة كبيرة من الأساس اللي أنا خدته. حلو؟ أديك لسه ده مؤشر، ده كله مؤشرات صحيحة 100%، لكن كل مؤشر بيخدم غرض محدد. أنا لكن يا دكتور داير أعرف كم جابوا 15%، صح؟ أنا ما داير إلا الزيادة والمقارنة، أديني معدل سهل زي الهدف بتاعي. جميل جدا، معدل متوسط، متوسط معدل أو معدل المتوسط، المعدل المتوسط، متوسط المعدل للثلاث مستشفيات، للثلاث مستشفيات على المتوسط 15% على المتوسط 15% من مجمل المستشفيات، 100% أديك هنا في 100% نفسها. هنا أنا واضح جدا هدفي يا هدى، هدفي يا هدى المتوسط 15% كويس، المتوسط 15% ده الهدف. فأنا حقوم أشوف المتوسط اللي حصلت عليه الآن، كون حصلت على 20% كويس، يعني متوسط المعدل للمستشفيات 20% والبيز بتاعي 15%، إذا حققت مؤشر عالي. واضح؟ ودائما نخلي شوفوا قبل خطيت الثلاثة مستشفيات، مرة خطيتها بسط ومرة خطيتها مقام، يعني أنا ممكن نلعب في المؤشر بأي طريقة، لكن في النهاية أعرف أنا بقيس شنو بالضبط كويس، يعني معرفة المؤشر ومعرفة أنا داري قيس شنو، داري غاري بداية السنة وبداية السنة، داري قيس الفريق، داري أجيب النسبة تحت الإنجاز، لأن المؤشر بيقول لك زي ما أنت عايز تخطه. أنا الآن أديكم هدف أسهل جدا واضح، ده ليه؟ ده ليه معقد؟ لأنك قلت متوسط معدل، فأنت لازم تجيب معدل للثلاثة مستشفيات، ما بتقدر تعمل لها افتراع، فبتديك صعوبة في المؤشر. فالهدف نفسه أنت من البداية تقدر تعرف إنه مؤشر حيكون سهل ولا صعب. في أهداف سهلة جدا أديك ليها، أديك هدف سهل زيادة كويس من هنا، زيادة نسبة التبليغ أو زيادة الالتزام بتطهير الأيدي كويس من 60 إلى 70% في مستشفى وادي الدواسر مثلا. خلاص هدفي زيادة معدل الالتزام من 50، زيادة معدل الالتزام، زيادة معدل الالتزام بتطهير الأيدي. ما عليش هنا يا جماعة، ده بس للتدريب يا جماعة. الأيدي في المستشفى جيم ولا ألف، في المستشفى المحدد، يعني مستشفى محدد عشان ما بزول يقول الهدف ما محدد، من 60%
إلى 70% 70% بنهاية العام 2022. طيب الهدف ده واضح، خلينا مع بعض نحط له مؤشر. انا جبت لكم الهدف الصعب ذاك ووريتكم المؤشر، ممكن تكتب اي شيء في النهايه بيطلع صح، لكن تكون عارف دار التقارن، دار تجيب الفريق، دار تجيب نسبه الانجاز. ده كان المثل. الان الهدف ده مكتمل الاوصاف وفيه فوقه قياس. القياس هو شنو الموجود في هذا الهدف؟ القياس الموجود شنو؟ مشاركه يا جماعه، القياس الموجود شنو؟ عشان دار نضع المؤشر مع بعض. زيادة معدل الالتزام من 60% ل70%. القياس موجود. طيب في كم في مستشفى واحد؟ مستشفى واحد نعم. وسنة واحدة. طيب إذا معناها المؤشر بتاعي هو شنو؟ هو قياس نسبة الالتزام، صح ولا ما صح؟ المؤشر بتاعي أقيس نسبة الالتزام في نهاية السنة. اللي قد يقوله جات 65%، جينا نهاية السنة لقينا نسبة الالتزام 65%، هنقسمها على شنو؟ ممكن ما أعرف، ممكن عون أو نواف. أيوة نبدأ مع الشباب. أي نعم تفضل. البسط شنو نكتب شنو؟ يلا نواف دينا البسط. الناس دي جابوا 65% يا نواف، جينا آخر السنة لقينا نسبة الالتزام 65%، المؤشر نقول كان كيف يعني؟ 65% على 70%. يا سلام عليك، very simple، لكن في المية في المية 65 البسط و70 ده المطلوب، المطلوب 70 ده لازم يكون مقام في 100%. خلاص؟ صحيح، نعم. يا سلام. أي هدف تلقى فوقه زيادة تمسك الزيادة دارين صلوة تخطها في المقام وتجي تقيس لهم العمله. خلاص؟ مثلا ثاني واحد على الطاير، زيادة حسابي في البنك من 10 مليون إلى 100 مليون، المقام شنو؟ المقام 100 مليون. 100 مليون. حاجة أشوف أنا من العشرة مليون حصلت كم؟ صح؟ حصلت نعم. 50 مليون، معناه 50 على 100 من هنا. يا أخو في أسهل من المؤشر؟ ما نعم. في أسهل، لأنه إذا الهدف موجود المؤشر طوال بيجي تبعه. كويس؟ لأنه بس قياس، يعني إذا زي ما قاعدين نقول إذا عندك سيارة جديدة جديدة ها؟ الله يديكم يرزقكم سيارات جديدة نوع فخم. فتحت السيارة ومشيت في الشارع. المؤشر بتاع السرعة هيشتغل ولا ما هيشتغل؟ أكيد هيشتغل. لكن إذا عندك سيارة خريبة وطالع عليها الزمن، احتمال المؤشر يشتغل واحتمال ما يشتغل. Exactly ده الهدف مع المؤشر. وانصي إنه الهدف فيه قياس وهدف مكتمل الأوصاف، المؤشر بتبع عملية بتاعت لعبة. أديك تاني واحدة. تقليل نسبة الوفيات من 45 إلى 20. تقليل الدور دي كانت زيادة من 10 مليون ل 100، الدور دي تقليل من 45، تنازلي المؤشر ماشي متنازل من 45 إلى 20، المقام شنو حيكون؟ المقام بتاع المؤشر يبقى شنو؟ 20. السلام عليك. إذا معناها أنا أقيس النسبة الحالية إلى الناس الأحدث 20% دار صلاة، بعدك أقدر أجيب لك شنو؟ الهدف. وقع لك للمؤشر. طيب أديك مؤشر ثاني على الطاير، أنت لما تقعد تفهم فكرة المؤشرات كده، إنه سامعين بالتميز دائرين في المنطقة العشرين مستشفى، دائرين 10 مستشفيات متميزة. المؤشر بتاعنا كم على كم؟ عندنا 20 مستشفى دائرين منهم 10 مستشفيات متميزة، المؤشر كم على كم؟ عواطف جو عندنا 20 مستشفى دارين منهم 10، المؤشر شكله كيف؟ فكروا كويس، ما جاوبوا ساكت، فكروا كويس، 20 مستشفى دارين منهم 10 متميزات، المؤشر شكله كيف؟ يكون
أيوة مقام على 10. يا سلام، ليه ما على 20؟ علشان النسبة اللي إحنا رح اللي نبي نوصل لها 10 مستشفى. يا سلام. إذن معناها أينما يسير الهدف نحن بنضع المقام بتاع المؤشر. إذا الهدف قال أنا داير 10 سنوات يبقى مقام المؤشر 10 سنوات. الهدف قال داير 100% يبقى مقام المؤشر 100%. الهدف تناقص قال داير نقول له 10 يبقى المؤشر المقام بتاعه 10. والبسط شنو هو؟ قياس الهدف في نهاية الفترة الزمنية المحددة له. إذا المؤشر فيه 3 حاجات: بسط ومقام، بسط ومقام ونسبة مئوية أو مقارنة. يعني المؤشر ده أنا دايره بالنسبة المئوية ولا دايره بالمقارنة؟ في المسألة الأول الكبير المعقد أنا جبت لك كل الأنواع: المقارنة بالنسبة المئوية بكذا، لكن أنت عشان التدريب وعشان تتعود خليك على النسبة المئوية، بسط ومقام في المية في المية. جميل. أول ما جيت بكون عندي 3 حاجات 100% دي سهلة أصلاً موجودة، بيبقى عندي البسط والمقام. عشان أضع المقام للمؤشر بشوف الهدف ماشي وين. الهدف قال 15 إذا مقامي 15، المستشفيات التي أحرزت 15. هذا الهدف اللي وصلت له أنت. أيوة. والهدف المقام. والبسط يجي أشوف الهدف ده قال خلال سنة ولا سنتين ولا 3 سنة، وأجي شنو أقيسه. وقع عليك؟ إذن أعيد النقطة دي تانية لتوضيح سهولة المؤشر. عشان أنا يكون عندي مؤشر لازم يكون عندي هدف مقاس. حلو جدا. عشان أنا يكون عندي مؤشر عندي بسط ومقام 100%. 100% سهلة. المقام هو نهاية الهدف. ده يصل لشو؟ لعشر مستشفيات لأخذ تاتعي. ده يصل لعشر مستشفيات متميزة. أخذت لي 10 تاتعي. وأجي البسط اللي هو نهاية الهدف. قال 2022 2023 زي ما قال. وأجي في النهاية أشوف له النسبة الأحرزة في النهاية في 2022 وقلت لهم من 10. يا حبيبي 10 مستشفيات بتاعنا ذلك تميزت واحدة بس، يبقى 1 على 10%، يعني جايب 10% بس. يقول نجاحك وإنجازك 10% من الهدف. قالت يا حبيبي ما شاء الله عليك 10 تميزوا، 10 على 10% 100%، انت جايب 100% هدفك حققته بنسبة 100%. قالت عشان كده ده المؤشر. طيب لو قال لك 10 مستشفيات وهو مرشح وجينا شهري 6 وقال في 2022 هيعمل 10 مستشفيات متميزة حسب الهدف، وقمنا قلنا لك امشي في شهر 6 اعمل لنا قياس مؤشر. مش ممكن نعمل المؤشر في 6، ممكن نعمل المؤشر بنعمل في ازماني على كيفك، ما داير انتظر نهاية السنة. أنا داير طبعا المؤشر الآن في شهر 6 لأنه شايف شغلك ما عاجبني مثلا أو شغلك عاجبني، داير أعمل مؤشر في شهر 6 يوم 30/6 بعد ما تمت نصف السنة. جينا لقينا المؤشر بتاعك 2 مستشفى من 10، كده وريني المؤشر راح تقيسه كيف. هو عمل 2 جيتني أنت، أنا والله داير أعمل 10 تمينا 6 شهور، جيت قلت له داير أقيس لك الأداء بتاعك الهدف بتاعك المؤشر كم المتميز، قلت لك والله الآن حصلت 2. المؤشر حيتخطى شنو البسط والمقام والنسبة ووريني وضعي كيف في الهدف ده. تفضل. 2 على 5. 5 دي شنو؟ هذه الهدف اللي نرغب الوصول له خلال 6 شهور. يا سلام يا أخي. تمنو نواف. نواف ما شاء الله عليك يا أخي. فعلا إذا عايز تقيس لي أنا عامل 2 على 5، 2 على 5 في 100% حيكون وضعي جايب كم؟ نسبتي كم من الهدف؟ لأنه نص برضو السنة عمل 5 والنص الثاني عمل 5. طيب 2 على 5% 5 10 بيغادر التكسير بتجيك 44%. رأيك شنو؟ 44% أنا قريب للهدف بعيد منه ولا وضعي كيف؟ يعني ما وصلت للهدف المطلوب اللي خلال 6 شهور اللي هو فضل 5 صح؟ نعم. طيب ده اسمه قياس مؤشر لنصف السنة، مفروض وصل 5 نصف السنة. طيب إذا قلنا خلاص المنافسة انتهت، أدينا وصل عندك ما دارين نكمل السنة، هيبقى 2 على كم؟
2 على 10 يا سلام. ويكبر نسبة الإنجاز بتاعتي كم؟ 2 بالمئة في المئة 20 في المئة. إذن المؤشر في بطاقة القياس لازم أنا أحدد مفروض في نصف السنة يأخذ كم، لأنه يمكن هو بعد نصف السنة حيجيب 8 مستشفيات. يعني أنا لازم أحدد دارجي شنو بالضبط يعني بالفترة الزمنية. إذن البطاقة بتاعتي في أخذ مستشفيات التميز، البطاقة بتقول إنه البسط بتاعي عدد المستشفيات المتميزة حاليا، المقام بتاعي يجب أن تكون 10 مستشفيات، فترة القياس نصف السنة، وحدة القياس مستشفى متميز. فاهمني؟ أنا بقيس مستشفى متميز، ده وحدة القياس بتاعتي مستشفى متميز، معدل القياس كل نصف سنة، بقيس لك في نصف السنة وآخر السنة. البسط بتاع المؤشر بتاعي المستشفيات المتميزة، المقام الجملة الدائرة منه 10%. بعد ذلك كيف نعرف المستشفى المتميز؟ والله عبر قائمة التحقق. مثلا كيف تقيس إنه مستشفى متميز؟ والله عبر قائمة التحقق. وده كله من الهدف إنه داير يزيد عدد المستشفيات المتميزة من 0 إلى 10 مستشفيات من 20 مستشفى. واضح يا جماعة؟ واضح؟ إن شاء الله. طيب نرجع للهدف الصعب الأول فسحناه والحمد لله بتاع 3 مستشفيات. أيوة هنقلل تقليل نسبة الإصابة في مستشفى واحد، خليه من 3 مستشفيات دي شيلها برا، نخليه في مستشفى. أيوة في مستشفى. أيوة جي جي بالمتوسط، ما في داعي المتوسط من المعدل، شيل المتوسط برا، دارينا نسهل على الناس من المعدل 50 إلى 15% نهاية. وامسح كلامي ده كله. يلا يا شطار، يلا يا شطار، دايرين بسط ومقامه 100%. تبجيلي ممكن تشاركوا معانا فرحة وآنا؟ فرحة آمنة الجو عواطف أو بيشة هيفا موجودة دكتورة؟ اتفضلي. يكون المقام 15. طيب والبسط 50. ليه 50؟ مو 50، على حسب نهاية السنة كم طلع معانا، كم النسبة طلعت معانا. يا سلام، يعني النسبة المتحصل عليها في نهاية السنة، نهاية السنة تبعد في البسط، والطائرين ان احنا 15 يقبل بسط على المقام. يعني اذا النسبة كانت 15 يقبل 15 على 15% حددنا الهدف 100%. النسبة جاتنا 25، لاحظي 25 قسمنا على 15 هيديني فوق 100%، لكن بشنو؟ بالماينس، صح؟ بالماينس. ايوه، لان احنا دايرين اذا البسط اللي دايرينه دائما يكون اقل من المقام، أول ما البسط زاد من المقام بيزيد النسبة، لكن زيادة النسبة دي تفهم إنها خسارة، لأنه أنا ما داير زيادة، أنا داير تقليل. وقع عليك؟ يعني أنت ليش تقول الله المستشفيات التي حصلت على أقل من المستشفى أقل من 15 على 15%. كويس؟ إذا جاتك زيادة ما معناها كويس، ما معناها كويس، تقوم تعدل المؤشر، تعدل المؤشر. كويس؟ تقول والله عدد المستشفيات التي لم تصل إلى 15% أو النسبة الفوق 15%. واضح؟ المؤشر ده تعرف تجيبه بطريقة أسهل، اللي هي إنه التحرك من 50 وصلت كم؟ وصلت 20، إذا معناه تحركت 30%. وتكتب بالعربي يا جماعة، المؤشر ما طوال بسط ومقام 100%. أنا لو داير أعرض المؤشر ده بعرضه بحالتين، إذا مثلا جبت 15 بقول والله 15 على 15 100%، أو أقول والله الفرق بين الأساس 50 والوصول إلى 15 أنا نزلت 35%. ممكن عرض المؤشر كده النزول بنسبة 35% درجة، ده برضو صورة كويسة حلوة. ممكن أعمله بشكل إنه أخد فوق 50 وأعمل كيربي تحت 15، ده مؤشر. يعني المؤشر ما زي فهم الناس طوالي بسط ومقام ومية في المية. المؤشر ممكن تعمل كيربي فوق تقول 50 ونهاية السنة جيت هنا تحت 15، ده مؤشر أجيبه في الداشبورد. وأحلى
وأفضل من الكلام الكثير يعني بالصورة. يعني ممكن يستخدم المؤشر كصورة. أنا كنت متوقع لما قلنا لكم جيبوا المؤشرات الناس ما طوالي تجي على البسط والبغاوة 100% أو تأخذ مقارنة. ممكن تعرض المؤشر بأي داشبورد يودي يوريك أنت حققت الهدف بتاعك كيف. في النهاية قصة المؤشر هي يا جماعة زي العرض يعني نحن الأطباء بيقول في مرض وفي أعراض يعني زي الصداع زي كده. ما المهم المؤشر، المهم الهدف. بس إنه الهدف بقى واضح أن المؤشر ممكن نجيبه بأي طريقة بأي لغة، بسط مقام صورة شكل كده كويس، واكتب له زمن ونور حيجيبه ودي كلها تفاصيل له. اللهم هذا الله اللهم فشل. أي سؤال؟ في أحد عنده أي سؤال؟ طيب أنا عندي سؤال دكتور، ممكن الهدف يكون له أكثر من مؤشر صح؟ ويكون حتى أفضل يكون إنه يكون يوضح العمل أكثر. طيب عندنا إحنا الهدف الأساسي لازم يكون له مؤشر، والأهداف الفرعية أيضا لازم يكون لها مؤشر. هل الأنشطة الداخلية أيضا يكون لها مؤشرات ولا ما يحتاج؟ ده كلام كبير، ده كلام كبير. في يا جماعة أول زمان الناس كان بتعمل مؤشرات للأنشطة اللي هي اسمها كي بيرفورمانس انديكيتر، المؤشرات الرئيسيه للاداء. الاداء الاداء ده نشاط تمام. هي بدت من المصانع يا جماعه، الشغل كويس علبه كويس كده. لما جات التخطيط مفروض تقبل شنو بدك كي بيرفورمانس انديكيتر، كي اوبجكتيف انديكيتر كويس، لكن بقت سارد عليها خلاص. الكي بيرفورمانس انديكيتر يمكن ان توضع للاهداف وتوضع للانشطه. أنا مهتم جداً إنك تضع الانديكيتر للهدف. النشاط ما شرط نضع انديكيتر يا جماعة، الانديكيتر ده بيجي مع التقييم، حاجة للتقييم. فالهدف دائماً بقيم آخر السنة، لكن الأنشطة تضع لها المتابعة المونترينج يعني إيفالويشن تشيك ليست، زيارة إشرافية، قائمة تحقق. الأنشطة تضع لها أدوات متابعة أفضل من تضع لها انديكيتر. الانديكيتر يحبذ يكون في الهدف، والأنشطة تجد لها أدوات تابعة. الله يعافيك دكتور. طيب في أي أسئلة قبل ما ننهي الاجتماع أو ننهي اللقاء؟ طيب أنا عن نفسي يعني حابة أشكر المشاركة المتميزة صراحة نواف تبوك، وأيضا مشاركات البقية المتميزة عمر من الرياض، عواطف من الجوف، مريم من الطايف، آمنة وفرحة من الشرقية، وهيفا من الفيشة. حقيقة عديد منكم كان مشاركات مميزة، مهم جدا المشاركات في هذه الاجتماعات، انتم تتعلمون واحنا نتعلم. فشاكرة وجودكم. اي اسئله عندكم من عن الاهداف او عن مؤشرات الاداء لا تترددون في التواصل. واحنا ان شاء الله يعني انا ما الشات ما شفت انه حطيتوا فيه الاهداف الفرعيه، اذا ممكن تشاركونها معانا احنا ممكن نعطيكم الفيدباك عليها. شكرا جزيلا ان شاء الله، وفي اللقاءات ان شاء الله القادمه راح نبلغكم عليها باذن الله عن طريق مجموعه التواصل. شكرا جميعا.